وضعنا شروط لبداية الحوار، وهذه الشروط بعضها تم الموافقة عليه، وأهمها كان تأجيل الاستفتاء اللي كان ينبغي أن يبدأ الساعة 8 صباح اليوم، وقلنا أن احنا لن نشارك إلا بعد الإعلان عن تأجيل الاستفتاء. بالفعل تم تأجيل الإعلان. طلبنا أن يكون هناك جدول لا قيد ولا شرط ولا إرهاق لهذا الجدول بأي شروط مسبقة من طرف رئيس الجمهورية، وأبلغونا أنه لا قيود ولا شروط. طب